اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى نشره منتصف الليل، والبدايه بالعناوين. رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون يستقبل نائبه وزير الخارجيه الامريكي السيده ويندي تشيرمان. رئيس الجمهوريه يعين السيد محمد مأمون القاسم الحسيني عميدا لجامع الجزائر برتبه وزير. دوليا، وفي الأزمة الروسية الأوكرانية، وزير الخارجية الروسي يؤكد أنه ليس هناك مسار بديل للمفاوضات الجارية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. وفي المستهل، استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نائبة وزير الخارجية الأمريكي السيدة ويندي تشيرمان. اللقاء حضره وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلاف، والمدير العام لأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية محمد براح. وعقب الاستقبال، أدلت نائبة وزير الخارجية الأمريكية السيدة ويندي تشيرمان بالتصريح التالي. مساء الخير. كم هو رائع أن أعود إلى الجزائر العاصمة في أول زيارة لي بصفة نائب وزير الخارجية. سعيدة جدا لوجودي مع السيد وزير الخارجية والسيدة السفيرة. أود أن أتقدم بخالص الشكر للرئيس تبون على كرم ضيافته وترحيبه الحار. كان لنا للتو اجتماع مثمر للغاية. أطلعني الرئيس تبون على خططه لخلق المزيد من فرص العمل وتنويع الاقتصاد الجزائري في قطاعات استراتيجية، بما في ذلك الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة. هذه مجالات يمكن للشركات الأمريكية أن تعمل فيها بشكل وثيق مع الجزائر. على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي فقط قام وفد من الشركات الأمريكية الصغيرة في مجال طاقة الرياح ومعالجة مياه الصرف الصحي وخدمات النفط بزيارة الجزائر. تريد كل من الولايات المتحدة والجزائر زيادة التعاون التجاري والاقتصادي مع بعضهما البعض. يسعدنا ويشرفنا أن الرئيس تبون ينوي زيارة جناح الولايات المتحدة خلال معرض الجزائر الدولي في جوان، حيث ستكون الولايات المتحدة ضيف الشرف. كما تناول اجتماعنا بعض القضايا الإقليمية المهمة، وأتطلع إلى مناقشتها بعمق أكبر في وقت لاحق اليوم مع وزير الخارجية العمامرة. تتفق الولايات المتحدة والجزائر على أن الاستقرار الإقليمي هو المفتاح لمستقبل سلمي ومزدهر لمنطقة الساحل بأسرها. كلا بلدينا يشعران بالقلق إزاء وجود القوات الأجنبية المزعزع للاستقرار، ويعملان معا لمواجهة الجماعات المتطرفة العنيفة. كما أكدت من جديد التزام إدارة بايدن هاريس إزاء حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الإعلام والحرية الدينية. إن علاقة الولايات المتحدة بالجزائر واسعة وعميقة، ونتطلع إلى مواصلة تعميق تعاوننا في خلق مناصب عمل والتنمية الاقتصادية والطاقة النظيفة والأمن ومجالات أخرى. مرة أخرى أشكر الرئيس تبون على كرم ضيافته اليوم. بعد استشارة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن، عين أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون السيد محمد مأمون القاسم الحسيني عميدا لجامع الجزائر برتبة وزير. وبعد استشارة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن، أنهى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مهام وزير النقل السيد عيسى بكاي لارتكابه خطأ فادحا خلال ممارسته لمهامه، وكلف السيد الرئيس وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزارة النقل بالنيابة.
كرم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الصحفي الإيطالي برناردو فالي بمنحه وسام أصدقاء الثورة الجزائرية عرفانا لما قدمه أثناء تغطيته لحرب التحرير الوطنية وتعريفه بالقضية الجزائرية العادلة في كفاحها ضد الاستعمار الغاشم، وذلك في المحافل الدولية وإسماع صوت الثورة في باقي أصقاع العالم. الحفل الذي أقيم بمقر سفارة الجزائر بفرنسا أشرف عليه سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال الدورة العادية 57 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أكد أن القمة العربية المقبلة بالجزائر تحمل الكثير من الدلالات لرص الصف العربي وتأمين وحدة عمل عربي مشترك يكون فعالا لمواجهة التحديات. نية الجزائر في عقد هذه القمة يوم 1 نوفمبر 2022 لمدة يومين، 1 و 2 نوفمبر. شخصيا أستشعر الحماس الشديد جدا من قبل الجزائر لانعقاد هذه القمة، والأخوة في الجزائر لديهم مجموعة أفكار يتحدثوا فيها عن تأمين وحدة عمل عربي فعال، مواجهة التحديات. كل ما يأتي على لسان الرئيس الجزائري يقوم وزير الخارجية الجزائرية بنقله للوزراء. هذا الحماس، الوزير الجزائري اليوم عرض نية الجزائر وتصورها لي شكل انعقاد هذه القمة والاجتماعات الوزارية السابقة لها وجلسة تشاور بين الرؤساء وجلسة تشاور أخرى بين وزراء الخارجية. هذه الجلسات كان قد مضى وقت طويل ولم تعقد، فلعلها تكون بادرة لتحسين أداء العمل العربي. في النشاط البرلماني، عقد أمس مجلس الأمة أشغاله في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس صالح جوجيل، خصصت لطرح أسئلة شفوية على قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفلاحة والتنمية الريفية، الأشغال العمومية، الموارد المائية والأمن المائي. والتفتح على العمق الإفريقي تعززه جهود الرفع من التبادلات التجارية، حيث تدعم المعبر الحدودي دبداب غدامس بقاعدة لوجستية جديدة تتوفر على كافة المرافق الضرورية لتسهيل عملية التصدير نحو الجارة ليبيا. التفاصيل مع إبراهيم بالخير. القاعدة اللوجستية لمجمع لوجيترونس مكسب جديد تداعم به المعبر الحدودي الدبداب غدامس لإعادة بحث الحركة التجارية والتصدير، حيث تحوي هذه المنشأة على المقار الإدارية لمجمع لوجيترونس والجمارك وجناح خاص للبنك الخارجي تسهيلا للتعاملات المالية. تشرف عليها الإدارة تاعنا لوجيترونس زائد الجمارك. عندنا هنا ان بارتي جهة تعلق بالجمارك مغلوقة كلوتوري، وعندنا هنا البون باسكول الميزان مع سكانر. عندنا هنا الإدارة فيما يخص صاحب المشروع لوجيترونس، عندنا هنا إدارة للجمارك، وعندنا هنا البنك الخارجي. المنشأة اللوجستية والتي تتربع على مساحة تفوق 50,000 متر مربع تضم أيضا حظيرات للشاحنات ومستودعات كبيرة لتخزين مختلف المواد الموجهة للتصدير. نخدموا مع لي سيرفيس يجونا نعاونوهم نعطو لهم وين يستوكيو السلعه. عندنا مام ستوكاج فريغوريك، وعندنا المواد الخطيره، عندنا فيتوسانيتير معناتها حاجه تاع بيولوجيك ومواد غذائيه نعقموها ونشوفو نعيروها كامل. عندنا ثاني هنايا هذا كامل في اطار التصدير للدول المجاوره وتسهيل المعاملات الاقتصاديه. سعينا على مستوى المحلي ان تكون هناك منطقه نشاطات صناعيه مصغره
بالقرب من هذا المجمع وإيصال كل الشبكات حتى يتمكن بعض الخدمات التي ترافق عملية الحركة الاقتصادية أو التجارة البينية بين الدولتين. كما سيساهم المعبر الحدودي الدبدب غدامس في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، فضلا عن جهود الجزائر المستمرة في الدفع بالعملية السياسية لحل الأزمة في هذا البلد الشقيق والجار. دوليا، وفي الصحراء الغربية قتل 3 صحراويين وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر انفجار لغمين أول أمس زرعه الاحتلال المغربي بمنطقة جديرية ضواحي مدينة سمارة المحتلة. إلى ذلك دان الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي ما يتعرض له الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، وخاصة النساء الصحراويات الصامدات من أمثال سلطان خيا ورفيقاتها من بطش وتنكيل وحشي من طرف الاحتلال المغربي، مؤكدا خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الأول للقرآن الكريم بولاية أسرد على أن استئناف الكفاح المسلح يطرح بحدة واجب التعبئة والتجنيد داخل المجتمع ليكون في مستوى اللحظة ومتطلبات المرحلة. وفي المغرب أعرب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع عن استنكاره الشديد لاستحواذ شركة صهيونية على أسهم في شركة للطاقات المتجددة بالمغرب، محذرا من خطورة هذه الخطوة في اختراق السيادة الطاقية الوطنية. بعد بضعة أيام من زيارة لوزيرة الاقتصاد الصهيونية للبلاد، وحذر المرصد من أن المغرب مع موجة التطبيع أصبح بوابة اختراق المنطقة وإفريقيا في مشهد مخزن. وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين من بين الأصوات التي أبدت غضبها ورفضها لزيارة الوزيرة الصهيونية للمغرب، معتبرة الزيارة تأجيجا وزرعا للفتن وإشعال الحروب في المنطقة. وفي فلسطين عم إضراب شامل بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة احتجاجا على سياسة السلطات الصهيونية هدم المنازل وتهجير سكانها. إلى ذلك أصيب شاب فلسطيني صباح أمس برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، واعتقل 2 آخران في مواجهات بمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية. وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أنطاليا خلال مؤتمر صحفي أعقب مباحثات مع نظيره الأوكراني، أكد أنه ليس هناك مسار بديل للمفاوضات الجارية يحدث هذا، موازاة مع تواصل إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين بعد إعلان موسكو وقفا مؤقتا لإطلاق النار في عدة مدن. التفاصيل مع نسيمة يعقوبي. بعد أكثر من أسبوعين من انطلاق العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، وبعد 3 جولات من المفاوضات والتي جمعت الجانبين ببيلاروسيا، تتواصل المساعي الدبلوماسية بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بأوكرانيا، لتشكل تركيا أرضية لمحاولات لتجسيد اتفاق بين الطرفين. وبعد اجتماع دام أكثر من ساعة ونصف، أكدت موسكو على لسان وزيرها للخارجية سيرغي لافروف وخلال ندوة صحفية أنه ليس هناك مسار بديل للمفاوضات الروسية الأوكرانية والتي تجرى في أراضي بيلاروسيا. كما أكد لافروف أن روسيا تؤيد إجراء أي اتصال بشأن الأزمة الأوكرانية للخروج منها. من جهته الجانب الأوكراني أعلن أن اجتماع تركيا لم يحرز أي تقدم نحو الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل نهائي، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية قد توقفت عن العمل، ناهيك عن تدمير 89 طائرة مقاتلة و 57 مروحية. هذا وتتواصل عمليات إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين بعد إعلان موسكو وقفا مؤقتا لإطلاق النار في عدة مدن. عودة إلى أخبار الوطن، وتحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، تواصل البهية تحضيراتها لإنجاح هذا الحدث الرياضي الصائف المقبلة. التفاصيل مع سيف الدين بن زردة. بخطوات ثابتة
تمضي وهران قدما على طريق استضافة النسخة 19 للألعاب المتوسطية، وهي التي ستحتفي بعد أسبوع من الآن بمناسبة 100 يوم فقط عن بداية هذا الحدث. الاستعراض راح يكون استعراض تقريبا متنوع، كمرأة ولا كرجل ولا كثقافة وهرانية، من بينها الفولكلور، من بينها الفانتازية، من بينها العادات والتقاليد، من بينها اللباس التقليدي الوهراني. وبالتالي تنطي الصورة للسواح أن وهران تاريخ، وهران سياحة، وهران اقتصاد، وهران رياضية. الشيء اللي راح نقوموا به هو أولا قبل كل شيء سي أن غرون ديفيلي أو نيفو دو لا فيل، كذلك لقاءات على مستوى القاعات المغلقة، تكون فيه محاضرات وتكون فيه كذلك بعض التكريمات إلى الرياضيين معروفين على مستوى ولاية وهران، فرق فولكلورية كذلك في الأماكن العامة خاصة يعني المعروفة واللي عندها رمزية على مستوى الولاية، فيه كذلك يعني الفنانين والفنانات الرياضيين المعروفين على مستوى الساحة الرياضية اللي رايحين يشاركوا كذلك في هذا المسيرة، فيه مسيرة كذلك مسيرة ضخمة اللي رايحة تكون على مستوى كل شوارع وهران. اجتماعات تبقى مستمرة بين السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني من أجل توفير كل مقومات نجاح هذه التظاهرة الرياضية المتوسطية. سنعمل جاهدين مع كل المنخرطين معنا، كل بينيفول، باش نقوم بدورنا كجمعيات بيئية في الترويج السياحي البيئي من جماليات مدينة وهران. نحن الدور تاعنا كمجتمع مدني لازم نؤمن بمبدأ التطوع، مبدأ خدمة الولاية، مبدأ يعني إعطاء الصورة الجمالية الحسنة لولاية وهران. نجاح هذه التظاهرة أكيد راح يكون نجاح لمنافسات أخرى، منافسات دولية أخرى رايحة تنظم في المستقبل القريب، وهذا من واجبنا، واجب كل واحد فينا كمواطنين، كمجتمع مدني، ونحن كلجنة التنظيم باش نقوم بهذا الدور. احنا بالنسبة لنا يعني ألعاب البحر المتوسط عندها أبعاد أخرى، ما هيش أبعاد رياضية فقط، عندنا أبعاد اجتماعية، عندنا أبعاد اقتصادية، وكذلك ترويج الصورة الجمالية التي يجب أن تلامس الكمال بالنسبة للجزائر اللي راهي صدير لها اليوم. وهران راهي أنا نقول الجزائر تنظم ووهران تحتضن. عقد عدة اجتماعات مع فعاليات والخيرين من المجتمع المدني لإشراكه في هذه التظاهرة من خلال مهرجانات ثقافية، تظاهرات ومعارض تتم على خلال 100 يوم المتبقية على هذا الحفل. النجاح في تنظيم هذه الألعاب رهان يزيد حجمه كلما اقترب الموعد. ونختم من تغيت التي عاشت على وقع قاعات متميزة امتزجت بين الطبوع الجزائرية والأفرو أمريكية في تظاهرة وان بيت الصحراء المنظمة بتنسيق بين وزارة الثقافة والفنون والسفارة الأمريكية بالجزائر. المزيد مع أيمن حنفي. لأول مرة ينظم الحفل الموسيقي وان بيت بالجزائر، اختيرت المدينة الساحرة تاغيت لاحتضانه. اخترنا تاغيت لأنها مميزة بتنوع الموسيقي، كاين بزاف من الموسيقيين المحليين الفو مع الموسيقيين من وان بيت، وايضا للقيمه السياحيه. كل هؤلاء الفنانون ياتون من اصول مختلفه ولكن لديهم جذور مشتركه في الموسيقى الافريقيه. 23 فنانا من شمال افريقيا ودول الساحل بالاضافه الى الولايات المتحده الامريكيه احيوا الحفل بعد ايام من ورشات التاليف وانتاج الموسيقى. كون شفتوا وصله غنائيه يعني موسيقى تقليديه من موريتانيا، رابر امريكان، فوالا اون ايسي دو فير اون بيل فيوزيون. لا يوجد كلمات تصف جمال تاغيت، لا بد من زيارتها. اجواؤها الهادئه الهمتنا للابداع. أنا من الدنمارك. تاغيت مدينة جميلة جدا، جوهرة في الصحراء. أعجبتني فكرة جمع مختلف الثقافات والبلدان لصنع الموسيقى. فنانين مختلف الدول، وحفل رائع معنا ما نقوله فيه. إن شاء الله يكون فيها استمرار وحفلات واحدة أخرى كما هذه. والله
بسم الله الواحد. إذا كانت الموسيقى لغة الشعوب فإن تاغيت جمعتهما اليوم، فكان المكان الأنسب لإقامة فنية لفنانين من مختلف الدول. فروعة الموسيقى وجمال المنطقة جسدت حقا الوان بيت. وعلى وقع هذا المزيج الفني نطوي معكم أوراق النشرة، نلقاكم في موعد لاحقة بحول الله في أمان الله.